ديفوشيل بمدينة كريتي بالضاحية الباريزية. هنا الإعادة عبد الرحمن قابوس لشامو شروان. خبرة السنين لهذا اللاعب المميز. تسديدة تبعها توني سيلفا فقط بعين واحدة من هشام أبو شروان نجم نادي الترجي الرياضي التونسي. مرور جيد على المدافع سليمان ديوارا وأول بصمة في مرمى توني سيلفا. يوسف المختاري من رجل الموهوب هدية هدية لم يرفضها يوسف المختاري، يعني بهدوء الكبار في مرمى حارس قيل عنه أنه كبير إنسان دوي حارس نادي صباهان الإيراني، صباهان أصفهان الإيراني. وهذه الجماهير المغربية تحتفل بثاني أهداف المنتخب الوطني المغربي، يعني المنظر معبر، المنظر معبر عن الحالة التي يعيشها وتعيشها الجماهير المغربي. ثالث الأهداف، تمريرة من جواد الزيري، فرحة مستحقة. غابت الفرحة لمدة طويلة، تعود بمباراة فرنسا. هناك من قال أن مباراة فرنسا لا تعد محك إعدادي حقيقي، اليوم تثبت العناصر الوطنية عن علو كعبها أمام خصم إفريقي بقيمة السنغال، الخصم الشبيه جدا بإمكانيات غينيا، الخصم الثاني لأسود الأطلس بكأس إفريقيا القادمة غانا 2008. سفيان العلودي ثاني هدف بالمحكات الودية الإعدادية لكأس إفريقيا القادمة بغانا.